يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أوصف بهذه الهداية أسأل اسمع كلام مخطف في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل قب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة قربى بها أتوسل ولكلهم وأقول في القرآن ما جاء ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن نص الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتوسل